غزالية وصحتين وهنا على قلبكم، تفضلوا بربي أطيب طبخة. شوفوا مرحبا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد. الفيديو لليوم رح أعلمكم كيف بتطبخوا السفرجلية ورز. هي أكل كتير كتير أنا بحبها بعشقها. يلا وإنتوا عم تشوفوا هذا الفيديو بتمنى تشتركوا بالقناة، ما مشتركوا تفعلوا زر الإشعارات ليوصلكم كل شي جديد أنا بنزله. يا جماعة بالبداية بشتري كيلين سفرجل، وبدون ما أقشر، هلأ ما بقشرهم، بغسلهم طبعا بنظفهم، ما بقشر لأني بس تقشر السفرجل بينخبص بالطبخ. هلأ بقشرهم، شوفوا كيف مقاس السفرجل، بيكون قطع كبيرة، شايفين كله بفرمه هيك مثل هاي قطع كبيرة. تمام، على الحالة خلصنا، نرجع هيك ما خلص من فرم السفرجل وحتى غسلتها. طبعا شو بدي اعمل هلا؟ بدي احمس اللحمة لاني ناعمة. هي انا المفروض انا استخدم خشنة، انا كتير بحب اللحمة الخشنة بقلب السفرجل، اني بسلقها الخشنة بتنسلق سلق، يعني لازم اسلقها لتستوى، اما الناعمة هلا رح احمسها حمس وبعدين بحط بطب السفرجل فوقها. اولادي لان انا ما بياكلوا خشنة، مشان هيك ما بدي هلا احط الخشنة، بحط ناعمة. تقريبا جبت نص كيلو لكيلين، نص كيلو لحمة لكيلين سفرجل. تمام، رح هلا احمسها حمس. حطيت معلقتين زبدي، انا يعني بستخدم الزبدي ما بستخدم السمنة، وهي نص كيلو لحمة هلا احمسها مضبوط. انا هيك ولادي بحبوها، المفروض هي تنسلق السلق، شايفين هي اللحمة الخشنة كنت مجهزها بس ولادي ما رضوا، ما بحبوها ولا بياكلوا ابدا خشنة، ما بعرف ليش اضطريت اعملها ناعمة. هلا يا جماعة بجهز نص راس توم، انا بحب التوم فيها كتير يعني بكتب توم. هلا هذا نص راس، تقريبا في 7 فصوص توم، تقريبا 7، شايفه؟ ايه. وبجهز طبعا عندي سكر، بدي احط لها معلقه سكر لتعدل طعم الحلاوه اللي فيه، لاني هذا حلو السفرجل بتعدل الطعم لما بحط معلقه سكر. طبعا ملح حسب الرغبه، ودبس رمان يكون حامض. هاي هي المقادير اللي انا رح استخدمها بعد ما تستوى اللحمه. هلا انا اللحمة على النار، وجهزت طبعا الرز نقعته، هاي الرز نقعته هلا شي نص ساعه بطبخه، واللحمه هلا على النار رح انظف التوم. انه هاي مقادير السفرجليه. طبعا الزبده اول شي حطيت معلقه معلقتين حسب الرغبه، نعنع معلقه نعنع، ملح حسب الرغبه، معلقه سكر لتعدل طعم الحلاوه اللي فيه السفرجل، والدبس رمان حسب كمان، يعني انا بكتر له بحط لها تقريبا كاسه شاي دبس رمان او حسب ما انت بتحبيها حامضه. هلا هيك حمسه اللحمه، شايفين؟ رح احطها لقطب السفرجل. نص راس توم، طبعا فرمته فرم للتوم، ماشي؟ وهي نعناع انا بكتر لها، ما بعرف ليش، هي تقريبا معلقه كبيره، شايفين بحبها بالنعناع هي اكثر، ومعلقه ملح تقريبا هيك، شوفوا حسب الرغبه، يعني بس هلا صار انه بندوق ملحه بس اذا حطينا المي، وهي سكر كمان تقريبا شوي، شوفوا دار سكر. وهلا رح نحط فورا، ها يعني قبل ما احط المي بقلبهم مع بعض ندبس، شو انا ما بقدر هيك رح قلبي الحامض. طبعا هي تقريبا يعني نقصت شي كاسه شاي تقريبا، حط
بتهموا انتم بتشوفوا اذا بدكم حامضه يعني اكثر بتحطوا اكثر حسب الرغبه. هلا بنحركه شوي بالدبس عشان تاخذ منه السفرجل، شايفين؟ عشان يتشرب الدبس للسفرجل واللحمه بتصير هيك طعمه السفرجل اطيب. شوي هيك بنحركه شي تقريبا 5 دقائق. 5 دقائق على نار عالية، قويت تحت النار شوي بس 5 دقائق شي يتشرب الدبس واللحمة، نكهة اللحمة والدبس لقلبها. هلا هي تميت 5 دقائق عم بحرك فيها، رح احط المي شي يغمر. شوفوا شي تتغمر، لسه رح احط ما تغمرت مزبوط. شايفين هي غمرتها، هلا لازم تستوى طبعا على العالي بقوي الغاز ما بصير ضعف الغاز كان تستوى. خلص هي السفرجلي وصحتين. وهنا رح هلا جهز الرز، يلا رح نجهز الرز. هلا بنتركها لتغلي وتستوى بنرجع لكم. هلا بجهز الرز، شوفوا 3 سنتي بس المي بعد ما غسلته ونظفته، طبعا شي 4-5 زوام بعمله انا بنظفه، بدها تكون ميته نظيفة، مو يكون في مية عكرة. شوفوا 2 سنتي، 2 سنتي بس شوفوا المي فوق الرز، ما كتير مية كتير مشان ما ينخبص. هلا بحط معلقة زبدة او اكتر كمان حسب الرغبة، انا ما بحب السمنة ابدا، هاي سمنة، رح احط معلقتين، طبعا هاي بيجوا مقدار معلقتين، معلقة ملح، ما يكون معرم هيك، هاي معلقة ملح. هذا هي هلا بنترك على نار قوي. شو هيدا هي من طبعا هلا الرز حصرا على ان النار تكون قوية ما بس يكون ضعيف، من قوي النار هلا حاليا. شوفوا منغطي تحتها، حركتها شوي مشان الملح يتشرب، بغطيها هلا، غطيتها وبقوي النار. بس شفتها غلت، غلي الرز بس غلت، منضعف تحت على الاخر وبنتركها لتستوى شي تقريبا بدها 7 دقائق 10 دقائق حسب ما يستوى الرز. ما بصير نفتح الغطاء ابدا، يعني بعد 10 دقائق بنفتح بس على ضعيف. هلا اول شيء انه بنقوي النار، بعدين لما بتصير تغلي بنضعف ونتركها لحتى يستوى. يا جماعة ورح احط لها كمان شي معلقتين دبس بندورة، طبعا هاي شوفوا معذرين المعلقة، يعني معلقتين بتجي بحدود المعلقتين، هاي دبس بندورة نحركة. فكرة نسيت ما احطها بالبداية، المفروض تنحط مع دبس الرمان بس انا نسيتها خالص، هلا رجعت تذكرت. يا جماعة وهيك بتكون خلصت معنا السفرجلية، وصحتين وهنا على قلبكم. تفضلوا بربي اطيب طبخة، شوفوا كيف عقدي المي، شوفوا ميتها عقدي، وهي الرز. صحتين وهنا على قلبكم. ولهون بيكون خلص معنا الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكم العجب الفيديو، يحط لايك ويشترك بالقناة ما عم يشترك. بشوفكم في فيديوهات جديدة، باي باي.